السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب في الفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. رونالدو
تأتي المتابعة مباشرة من فابيو كينتراو. كريستيانو رونالدو، الله الله، صواريخ كريستيانو رونالدو تصل مرة أخرى. سيصل علي رونالدو، رونالدو يهيئها، يوصل رونالدو، رونالدو ماريا، رونالدو، كريستيانو جول! Che golazo del merengue! Che golazo del emperador! الله يا كريستيانو، الله الله يا رونالدو، ما هذا! وربما في حالة عدم تتويج الريال في الويفا شامبيونز ليج، رونالدو جول! العب يا جنات، يلعب يا موريهم العذاب. في اربع مباريات بواقع فابيو كوينتراو مع الريال بقيادة المدرب رافا بينيتيز، كريستيانو يصوب، الله الله يا كريستيانو، الله يا صاروخ ماديرا، كريستيانو رونالدو يسجل الهاتريك. كل مرمى اعتقد بان ستيف ماندندا مبدئ في المكان الموجود فيه. على بعد مسافة ليست في القريبة، وتسجيل جول! إنه الدليل السياحي. عند كرة ملعوبة إلى كريستيانو رونالدو، رونالدو في محاولة التسديد من جديد، الله هدف الهدفين في الكرة الأوروبية ذات اليوم، سجل وذي كرة جول! هذا البشر هو أكبر خطر، كريستيانو رونالدو. إعلامي يختاره اتحاد القدم في كل بلد، وهذه تصويبة في المرمى رائعة جدا، مقوسة البنانا شوت على الطريقة البرازيلية، وكريستيانو رونالدو يرد مباشرة ويسجل ثالث أهداف السنة. هذا عمل مساعد آخر يعطي فرصة تسجيل هدف آخر. نعم، هدف آخر لكريستيانو رونالدو، يسجل إذن الهاتريك لريال مدريد. بورتو الليلة كل ما يريد فعله هو البحث، هو البحث. تمت عملية البحث، تمت عملية البحث. يا الله يا الله. رونالدو
رونالدو رونالدو هيئها يوصل رونالدو رونالدو بيوقف بيو كوينتراو مع